تحت شعار وعيك هو قوتك، انطلقت في مدينة السلمية بريف حماة الحملة الوطنية للتقصي عن مرض السرطان من خلال العيادات الطبية المتنقلة في أرياف المدينة لاستقبال المواطنين. نحن المحافظة الثالثة بعد طرطوس واللاذقية، هدفنا 15,858 لكل سرطان. منجوب أرض المحافظة بشكل عام جغرافياً، وتوزع المراكز والمشافي والعربات العسكرية الطبية راح تكون على كامل المحافظة. راح يكون هدفنا 15,000 لكل سرطان، هو الحد الأدنى من أي دراسة بحثية 5%. العربي هذه مخدمة فيها جهاز ماموغرافي لتصوير الثدي، الهدف منه الكشف المبكر عن سرطان الثدي عند السيدات، الهدف تبعنا اللي هن الفئات العمرية التي تم الإعلام عنها مسبقا، إضافة إلى لطاخة عنق الرحم. أيضا الهدف منه الكشف المبكر عن وجود أي تغيرات في عنق الرحم قد تشير إلى سرطان قبل انتشاره. العيادات شهدت إقبالا من قبل المواطنين للإطمئنان على صحتهم من خلال عملية الكشف عن سرطان الثدي. شغل ممتاز وشغل كتير كويس، عم ينفعنا، عم نكشف عن سرطان الثدي المبكر، ومشكورين على جهودكم المبذولة، الله يعطيكم العافية. نحن جايين مشان تصورة للثدي، مشان لطاخة، مشان الصدر، ومشكورين كتير. بنصح سيدات المجتمع كافة أن يقوم بفحص سرطان الثدي الكشف عن الأمراض المبكرة. تهدف هذه الحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وتستمر الحملة لعشرة أيام من خلال عياداتها المتنقلة المنتشرة في أرياف مدينة السلمية. محي الدين فهد للإخبارية السورية، ريف حماة.